تحت هذه المظلات يقف باعة لتلبية طلبات زبائن الكتب الباحثين عما يغذي عقولهم ويمتعها. إنه معرض الكتاب المفتوح الذي نظمته المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في أربيل. على مدار الخميس والجمعة عرضت في النسخة الثانية من هذا المعرض كتب متنوعة وبلغات متعددة في حقول الأدب والسياسة والاجتماع والتاريخ وغيرها. أكثر من 34 مؤسسة ثقافية ودار نشر ومكتبة شاركت في المعرض لتوفر إنتاجات أدبية وفكرية اجتذبت قراءة من مختلف الفئات العمرية، كما كان للعوائل حضورها. لم تقتصر فعاليات المعرض على عرض الكتب وبيعها، وإنما تضمنت ندوات حوارية وجلسات نقاش أدبية ومحافل لتوقيع المؤلفين على كتبهم الصادرة حديثا. الموسيقى حضرت هي الأخرى ضمن فعاليات المعرض، فهنا تمتزج أنغام العود والكلارنيت لتقدم لحنا عربيا رائعا أطرب مسامع الحضور وأوقد الرغبات في رؤية مزيد من نشاطات الثقافة في المدينة.